زميلنا كريم أحمد من المغرب علشان يقول لنا كل الأخبار الخاصة ببعثة النادي الأهلي. احنا شفنا بقى الأخبار الخاصة ببعثة ريال مدريد من خلال شاشة قناة الأهلي، فنشوف بقى بعثة النادي الأهلي وكل الأخبار الخاصة ببعثة النادي الأهلي من خلال زميلنا كريم أحمد. اتفضل يا كريم، جوانتي فين يا كريم؟ مرحب بيك الأول كابتننا الكبير الكابتن اسلام الشاطر، شايف وكل التحيه للكابتن هاني رمزي والزميله العزيزه مريم سميح. مرحب بيكم في البدايه. عايز ابدا معاكم واطمن كل جمهورنا بقى، جمهور النادي الاهلي، على القيمه الكبيره جدا الكابتن محمود الخطيب. اتفضل. يعني التحامل الحقيقه وانكار الذات الكبير اللي فيه الكابتن محمود الخطيب وتحامله على نفسه الحقيقه الفتره الماضيه، تقلبات الجو كابتن اسلام كان ليها تاثير جدا الحقيقه على البعثه بالكامل. لكن زي ما قلنا الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير، لكن برد جديد الحقيقه للكابتن محمود الخطيب خلال الايام الماضيه. الراجل تحامل على نفسه، كان بيتواجد بشكل كبير جدا لرفع المعنويات والوقوف بجانب لاعبي النادي الاهلي، لكن يعني الامر كان صعب شويه. انا عايز اقول لك من لحظات كابتن اسامه حسني الحقيقه اللي يمكن وصل منذ لحظات او من صباح اليوم، العميد علاء صلاح المنسق الامني، ايضا كمان دكتور احمد وعبله كانوا متواجدين في احد المستشفيات القريبه جدا من فندق الاقامه للاطمئنان بشكل كبير جدا على كابتن محمود الخطيب. بطمن كل جمهور النادي الاهلي، الحمد لله يمكن هي نزلت برد شويه، لكن ان شاء الله باذن الله يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي ويكون مؤازر كالعاده في مباراه الاهلي وريال مدريد الحمل الكبير. لكن بنطمن كل الجمهور الامور طيبه ان شاء الله باذن الله. القيمه الكبيره ما بتكون متواجده، سواء متواجد بكلماته بتحفيزه برسائله، بتكون ليها تاثير كبير جدا. فكنا حابين نبدا في البدايه نطمن كل جمهور النادي الاهلي على حاله القيمه الكبيره للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. نرجع كمان كالعاده لجمهور النادي الاهلي ونطمنه على حاله اللاعبين اليوم النهارده قبل ما نتكلم عن حاله اللاعبين يا كريم طبعا. لو سمحت فضل قبل ما نتكلم عن حاله اللاعبين، اولا يعني اللي انا فاهمينه عشان يبقى جمهور النادي الاهلي فاهم لهذا الامر، كابتن محمود الخطيب الحمد لله اموره، انا قلت من يومين ثلاثه ان هو عنده يوم المباراه تحديدا عنده برد، لغايه دلوقتي البرد لسه موجود شويه، ولكن كابتن محمود بيتحامل على نفسه. فالنهارده كان موجود في المستشفى وناس اطمنت عليه وكل الامور جيده ورجع الفندق مره اخرى. هل ده الكلام ده مظبوط ولا في حاجه تانية؟ تمام يا كابتن اسلام، تمام. ويمكن كمان لابد ان احنا نشيد بدور طبعا استاذ فوزي لقشع طبعا على الاهتمام الكبير اللي بعت وفد طبي كبير جدا الحقيقه للاطمئنان على كابتن محمود الخطيب. زي ما انت قلت يا كابتن اسلام، الامور الحمد لله بالنسبه لكابتن محمود الخطيب طيبه، هي حاله برد يعني شديده شويه طبعا بالنسبه لتقلبات الجو، لكن بمشيئه الله ان شاء الله يتحسن بشكل كبير ويكون متواجد كالعاده في المقصوره يآزر ويحفز النادي الاهلي بكلماته المعتاده كابتن اسلام. اذا الف سلامه للنجم الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله يبقى زي الفل. هو يعني اللي احنا كريم بيقوله لنا ان هو الحمد لله الامور جيده جدا جدا، وان شاء الله هنحاول برضو يا كابتن هاني نزلت برد يعني هنحاول برضو بعد قليل نجيب كابتن اسامه حسني ان شاء الله يطمنا ايضا على كابتن محمود الخطيب. ايه الاخبار بقى عندك يا كريم؟ انا شايفك مش لابس الجوانتي، اذا الحراره جيده؟ لا الطقس طيب جدا يا كابتن اسلام، يعني زي ما قلنا الحقيقه يعني الحمد لله الرباط الجو الطف واهدى، فيعني الامور طيبه بالنسبه لتقلبات الجو. ان شاء الله باذن الله موعد المباراه يبقى الطقس على ما هو عليه ان شاء الله باذن الله. النهارده كالعاده طبعا يوم مليء بالاخبار بالنسبه لفريق النادي الاهلي. النهارده كان صباح التدريب 12 ظهرا، امور كانت مهمه جدا لمسناها وشفناها الحقيقه كابتن اسلام يا كابتن هاني في التدريبات. اتكلمنا على رفع الضغوط الحقيقه وقلنا يمكن لابد مستر كولر يكون مركز بشكل كبير جدا في هذا الامر. الحقيقه النهارده ترجم هذا الامر على ارض الواقع بالنسبه للتدريبات، شفنا الابتسامه، شفنا التهريج البسيط جدا في التدريبات، شفنا مستر كولر بيلتقط الصور التذكاريه وبيحاول ان هو يشارك لاعبي النادي الاهلي، يفرح معاهم يهرج معاهم، لان ده دور مهم جدا. زي ما قلنا لابد ان لعيبه النادي الاهلي تستمتع، رفع الضغوطات امر مهم. فالنهارده الحقيقه 50 دقيقه كانت دسمه بالنسبه للتدريبات، لكن كان في روح كبيره جدا جدا من لاعبي النادي الاهلي، كل بيحاول ان هو يخرج نفسه من الضغط الكبير. اسم كبير جدا زي ما احنا عارفين ريال مدريد، كل ما الايام بتقرب يا كابتن اسلام يا كابتن هاني لابد يكون في ذهن كل لاعب هذا الامر. فعشان كده بنقول خلاص يمكن عندنا بكره للتدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي على مركب مولاي الامير عبد الله، ليستقبل ان شاء الله الاهلي وريال مدريد. الاستاد الحقيقه حاجه اكثر من رائعه، بيتسع ل 60 الف مشجع، زي ما يمكن جمهور المغاربه وعدونا بيقولوا ان هتشوفوا حاجه رائعه ومميزه جدا في المباراه القادمه مباراه الاهلي وريال مدريد. في شعبيه كبيره الحقيقه ريال مدريد هنا طبعا كالعاده بقيمته الكبيره، لكن كل اللي بنقابله الحقيقه كابتن اسلام يا كابتن هاني
طبعا طبعا بيساند وبيدعم وبيقول وراكم ان شاء الله باذن الله، مؤازرتنا ان شاء الله تكون معاكم، بجانب طبعا جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. فينا محاولات كثيره جدا الحقيقه ان الجمهور يجي من القاهره، لكن التذاكر خلاص يا كابتن اسلام نفذت بالكامل، مجرد طرح التذاكر على السيستم الخاص بالفيفا في اقل من ساعه الحقيقه نفذت التذاكر بالكامل. دي القيمه الكبيره للنادي الاهلي والقيمه الكبيره اكبر كمان لريال مدريد. وكمان يا كابتن اسلام يعني اما بنشوف يعني لقطات بتتذاع على تلفزيون ريال مدريد والعكس صحيح، ده فخر كبير جدا الحقيقه، ودي قيمه النادي الاهلي، النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بقيمته وتاريخه. عشان كده بنقول يا رب ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكون في ميعادها ويكون في يومها، التحضيرات تكون طيبه جدا. مستر كولر ايضا غدا كمان صباحا هيكون في المؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الاهلي بحضور كابتن فريق النادي الاهلي كابتن الشناوي ومستر كولر 12 الا ربع ظهرا طبعا بتوقيت المغرب، ويبدا التدريب 12 ونص ايضا كمان بتوقيت المغرب. يليها كابتن اسلام يا كابتن هاني الاجتماع الفني هيكون ايضا كمان في ملعب المباراه للوقوف والترتيبات على الوصول للتيشيرت التدين للنادي الاهلي، الامور المعتاده التنظيميه لفريق النادي الاهلي. ويمكن كمان بنعمل كالعاده زي ما مستر كولر والجهاز الفني تفقدوا ارض الملعب طبعا في طنجه، ان شاء الله باذن الله يكون في سماح للجهاز الفني بالكامل ان هو يتفقد ارض الملعب. كنا بنعمل اللعيبه لان مهما كان التقرير اللي بيكتب او ايضا كمان نقل المعلومه من الجهاز الفني، لعيبتنا كنا محتاجين ان هي تدوس على ارض الملعب، لان انت عارف ما كانش في اي تدريب ولا هيكون في تدريب على الملعب الرئيسي ملعب مولاي عبد الله اللي هيستقبل مباراه الاهلي وريال مدريد. لكن الحمد لله الامور طيبه جدا، يوم هادي بالنسبه لعيبه النادي الاهلي عقب العوده مباشره، الكل في الغرف الكل في الاجتماعات. مستر كولر من لحظات كان في محاضره فنيه مهمه جدا جدا فيها هايلايتس، الراجل بيحاول ان هو يتفرج على كل المباريات وتحديدا المباراه الاخيره ريال مدريد وريال مايوركا. فيا رب ان شاء الله تكون التحضيرات في ميعادها. لا لو عايز تتفرج على تمرين ريال مدريد افتح قناه الاهلي تتفرج عليه. طبعا يا كابتن اسلام طبعا 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 حاجه رائعه والله، فخر كبير جدا جدا يا كابتن اسلام. الكل بيتكلم عن هنا الاشقاء المغاربه ما بتتابع قناه الاهلي، يعني كل الناس اللي في ناس بتشوف نفسها على القناه في التامين حتى الحقيقه، يمكن الامن اللي متواجد معانا بيطلعوا لنا الفيديوهات يقولوا لنا انتوا طلعتونا في التامين وطلعتونا في قناه النادي الاهلي، مجهود كبير جدا الحقيقه لكل زملائي الحقيقه، وده واجبنا يا كابتن اسلام لان احنا في حمل كبير جدا زي ما لعيبه النادي الاهلي عندها حمل كبير هو جمهور النادي الاهلي، احنا ايضا كمان عندنا ملايين الجماهير بتتابع قناه النادي الاهلي. فيا رب ان شاء الله باذن الله تبقى تغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي بالجهد الكبير اللي بيبذل الحقيقه من زملائي، ويا رب ان شاء الله نكون موفقين ويكون يومنا يا كابتن اسلام ويكون يوم نصر كبير جدا على فريق النادي الاهلي. كريم طمنا برضو على حاله اللاعبين، الحمد لله كل اللعيبه جاهزه بدنيا، كنا سامعين ان في بعض اللاعبين خدوا جزء من التدريبات للاجهاد، هل خلاص كل اللعيبه بتشترك بشكل كبير في التمرين الجماعي ام لسه في بعض يعني التدريبات الخاصة لبعض اللاعبين؟ يعني هخص بالتحديد كهربا وقفشه، يمكن الناس تناولت بعض الاخبار طبعا، يمكن قفشه عنده نزله برد وكهربا ايضا، لكن كهربا الحقيقه شعر باجهاد النهارده فما شاركش في الجرعه التدريبيه الكامله، لكن كان في جرعه تدريبيه خاصه لمحمود عبد المنعم كهربا على ان يكون في كامل جاهزيته بمشيئه الله في تدريب الغد. قفشه ايضا كمان واحد يعني من لعيبه الرجاله اللي لابد يكون في تضحيه كبيره جدا، قفشه الحقيقه يمكن عنده نزله برد بسيطه جدا لكن مش بالحجم الكبير اللي هي تعوق عن اداء التدريبات او المشاركه في المباريات، مرحله مهمه جدا محتاجه القلب ومحتاجه التضحيات الكبيره. عشان كده ان شاء الله باذن الله الكل يكون جاهز، تدريب الغد يكون مهم جدا عشان نطمن على حاله كل اللاعبين. التدريب هيكون مفتوح 15 دقيقه الاولى الخاصه بيا الصحفيين طبعا اللي هيكونوا متواجدين بكثافه لمشاهده فريق النادي الاهلي في تدريبه الاخير، لكن ان شاء الله لعبتنا تحافظ على بعض ويوم المباراه ان شاء الله الكل يكون في ميعاده. كابتن اسلام يا كابتن هاني ان شاء الله، يعني ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي خلال هذه المباراه. كريم برضو انا حابب وكل يوم هنقل لك شكر كل جمهور النادي الاهلي الحقيقه، وشكرنا الحقيقه للتغطيه المتميزه اللي دايما سواء حضرتك او الدكروري او عويضه، هذا الثلاثي عامل شغل رائع جدا واشاده كامله بكل اللي بتعملوه الحقيقه، ونتمنى ان شاء الله ان احنا دايما نضع كل جمهور النادي الاهلي امام شاشته شاشه قناه النادي الاهلي من خلال حضراتكم بكل الكواليس وكل الحاجات اللي بتحصل في المغرب. فيعني كل الشكر ليكم وكل الشكر على تعبكم خلال هذه الفتره، انا عارف التعب كله بيهون طالما ان التعب ده كله بيروح لان جمهور النادي الاهلي بيكون راضي ولو بجزء صغير جدا على المستوى اللي احنا بنقدمه. فيعني شكرا ليكم وشكرا على تعبكم، ولكن من الواضح جدا على شاشه قناه النادي الاهلي قد ايه الجهد اللي مبذول، واضح جدا لكل من اي حد بيتفرج على شاشه قناه النادي الاهلي شايف الشغل الرائع اللي انتوا عاملينه، فانا بشكركم جدا جدا.